على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسك عصير أناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. فنجانك وحش قوي يا شهرباز، فيه وحش كبير واخر طراز، اسمر وطويل وعريض وجسمه عامل زي الفيل. ايه ده؟ ده طالع له ديل، ده وحش ملوش مثيل، ومنكاد منك وعايز يشفي الغليل. استنى يا مولاي، اللي موجود ده مش ديل، ده طلع سيف كبير. سيف كبير؟ ده أكيد فارس خطير. لا يا مولاي، ده سياف حقير، متضايق منك ومقهور، وقلبه أسود وكله شرور، عايز يموتك مع إنك صغير لسه وغندور. يقتلني أنا؟ ده أنا أطير راسه بالسطور، يطلع مين الطرطور؟ مفيش غيره الكلب مسرور، أهو واقف في الفنجان وعينيه في وشه بتنور زي التعبان. انت بتشتغليني يا شهرجاز؟ ان شاء الله قاعدة مسرور يا شهرباز، صدقني يا مولاي مسرور خاين. ده انت اللي اللقم في عينيك باين، مسرور موظف امين. انا خايفة ليكون عامل لك كمين. ده انت خبيثة خبس السنين، ده بيحبك يا شهرجاز. ده انا نفسي اولع فيه بجاز. طب سيبك بقى من مسرور يا قطقوطة، واركني الفنجان على جنب يا كتكوتة، وقربي مني كده واحكي لي حدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي. بلغني ايها الملك اللي مش عايز يطرد مسرور، اللي يكشي يروح في دهية ومن القصر يغور، ان المسكين علاء كان كل يوم مراته نجلاء تخليه يشيل كيس الزبالة ويمشي في الشارع وهو حالته حالة، وبقى كل يوم بيحلم بيه ويصحى من النوم يلاقيه. والمشكلة دي كانت مشكلة كتير من الأزواج، تلاقيهم دايما ماشيين في الشارع أفواج، بيمشوا في الشارع مكسوفين وكيس الزبالة في إيدهم منه مخنوقين. ولو ادتني الأمان أحكي لك اللي كان. ليك الأمان. يا علاء، وانت نازل رايح الشغل خد كيس الزبالة في ايدك. انا جلاء حرام عليك، ده انا شغال في بنك، ينفع اقف وسط العملاء وانا ريحتي مكمكمة؟ بقولك ايه، انا مش ناقصة نتانة في البيت، كفاية علي قرفك وقرف العيال، والنبي لو ما شلت كيس الزبالة لكن لما هدومي ورايح على امي. خلاص انا جلاء خلاص حشلها، لله الامر من قبل ومن بعد. شهر جاز وشهر باز. يا علاء، والنبي يا اخويا قبل ما تتغدى تاخد كيس الزبالة ترميه. يا وليه حرام عليك، هو البيت ده بينشح زبالة، انت يا وليه بتجيب الزبالة دي منين بس؟ ده على اساس انك متجوزني بزبالتي؟ ما هي زبالتك انت وعيالك. طب اكل لقمة الاول وانزل ارميها. والنبي ما في لقمة داخلة بقك قبل ما ترميها، وإلا وديني اكون لما هدومي ورايحة على امي. خلاص خلاص يا نجلاء حشلها، لله الامر من قبل ومن بعد. شهر جاز وشهر باظ. يا علاء، والنبي يا اخويا قبل ما تدخل تنام ترمي كيس الزبالة. الله يخرب بيت الزبالة وكيس الزبالة، يا وليا انا دراعاتي طولت من كتر شيل كيس الزبالة. جرى ايه يا راجل انت؟ ما العمارة كلها مليانة رجالة اشكال والوان، اشي مهندسين واشي دكاترة، ورايحين جايين بكيس الزبالة في ايديهم من غير ولا كلمة. مفيش غيرك انت اللي مطلع عيني وصوتي في العمارة، والنبي لو مرميت كيس الزبالة لكن لما هدومي ورايحة على امي. والله العظيم حرام، انا من كتر ما انا ماشي بكيس الزبالة في الشارع بقيت انا وهو عاملين زي التوأم الملتصق. امري لله، هاتي كيس الزبالة. خد يا اخويا،
بس خلي بالك اوعى ينز منك على السلم. ينز؟ جبت منين ينز دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، إله تنز حبابي عنيك يا بعيدة. بتقول حاجة يا علاء؟ لا يا حبيبتي، ده أنا بنز مع نفسي بس. شهر جاز وشهر باظ. يا علاء اصحى يا علاء، يا راجل اصحى ما تغلبنيش. ايه يا نجلاء، في ايه؟ في حرام نط على البيت؟ حرام ايه يا راجل، الشر بره وبعيد. اصلك انا صحيت عطشانه كده، رجلي خدتني على المطبخ عشان اشرب، لقيت كيس الزباله مليان. قلت في عقلي لا ابتش يا نجلاء، لو سبت الكيس للصبح ممكن يلم هاموش. طب وانا هعمل ايه للهاموش يا نجلاء؟ لا يا اخويا ربنا ما يجيب هاموش ولا حاجه، انا بس مصحيات عشان ترمي كيس الزباله. ايه مصحياني في عز الليل عشان ارمي كيس الزباله يا نجلاء؟ هلا قولي لي يا نجلاء، هو انا لو طلقتك مين اللي هيرمي كيس الزباله؟ هو ساعتها يعني مش هيبقى فيه غير انا. انت بتسال ليه يا علاء؟ عشان هطلقك يا نجلاء. انت طالق يا نجلاء، طالق يا نجلاء، طالق يا نجلاء. ومن ساعة ما اختفى يا مولاي جامع القمامة اللي كان مخلي الرجالة عايشين في أمن وسلامة، زاد الخناق والشجار، والعيشة بين الستات والرجالة بقت على جمر النار. وليه اختفى المكار؟ ده كان كل يوم بيجي الصبح مع أول ضوء للنهار، يلم الزبالة في أمان، وكان بياخد فلوس قليلة كمان. منهم لله اللي طفشوه وزعلوه يا مولاي ومشوه. يبقى لازم المسؤولين يطيبوا خطره ويرجعوه. عندنا يا مولاي اللي بيروح ما بيرجعش. طب حاولوا مرة تانية واوعي تقولي ما ينفعش. ما تبقاش غبي يا سيدنا وزي الطحش. طحش؟ ده أنا هقطع راسك وأعلقها في جنش. ولا مسرور، انت هزفت يا اللي اسمك مسرور. يا نهار أزرق، سامحني يا مولاي، دي غلط لساني. اوعى تتغابى وترجع للجنان. هرجع اكتر من الجنان، وهتغابى يا شهر جاز ولا مسرور. حلق معايا على الجاريه دي، امسك يا مسرور بقى من الناحيه دي. ايوه اخش من هنا يا مسرور، اقطع رقبتها. ولا اعقل بقى يا شهر باز. الله، اهدى يا راجل مش كده. وانت يا مسرور اتضحرج كده وغور. والنبي يا مولايا ابوس ايدك لحد كمك، سيبني لبكره وغلاوة امك. قشطة جدا، الديك بيدا رحمك من ايد الديك. روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باظ، قاعدين عالكرسي الهزاز. دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس. فلان ادرج فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطب حتة نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. دي اتزوقت، دي اتطلقت، ودي في اوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشخ وفشخرة. وده هو بطل الاستفزاز، شهر جاز وشهر باظ. هشام يحيى، محمد مشهد، ايمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.